لم تعد الرسوم المتحركة مساعداً تربوياً ولا نافذة لإبحار المخيلة وسقي مواهب الطفل، لم تعد موعداً يومياً لتجديد الطاقات الإيجابية والاستمتاع بانتصار الخير على الشر. أطفال اليوم أصبحوا يستمتعون بالضجيج والفوضى، تستهويهم الانفجارات ومشاهد الدم. أيوب ابن مدينة الخروب قسنطينة أراد أن يقلد سبايدر مان، فكانت النهاية شنق نفسه بخيوط حذائه. أي مأساة هذه أن تتحول الرسوم المتحركة إلى حافز على الموت وليس وسيلة من أجل حياة أفضل. زمان كان الأطفال يجتمعون حول سالي، روبن هود والنمر المقنع، كابتن ماجد والماسة الزرقاء. لم تكن بعض الرسوم تخلو من مشاهد الضرب أو الخديعة، لكنها كانت ضمن سيناريو محبوك، فمعظم تلك الرسوم اقتباسات من روايات عالمية أو من نصوص مدروسة. لن أيأس أبداً، لن أستسلم، سأخلص الحلبة من كل الشرور. أما الآن فكما ترون ضرب مبرح، رعب، وحتى مشاهد خادشة للحياء ولا تتناسب وعمر الطفل. فمتى تتفطن الجزائر لبعث مجال الرسوم المتحركة في البلاد، أو على الأقل فرض رقابة على ما يستهلكه الطفل الجزائري؟